مرحبا بكم أيها الأعزاء في الحصة الثانية من درس رعاية الأطفال وحقوقهم، والذي يندرج في فقه الأسرة مدخل الاستجابة. نبدأ هذه الحصة بتصحيح سؤال تكون مرحلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده. السؤال الأول: استخلص مضمون هذا الحديث الشريف كمقترح للجواب. بيان النبي صلى الله عليه وسلم عموم أمانة رعاية المسؤولية كلكم راع، وتشمل رعاية الزوجين مسؤولية البيت وتنشئة الأطفال. السؤال الثاني: استخرج أهم القيم الواردة فيه. من هذه القيم: الأمانة، رعاية المسؤولية، رعاية شؤون البيت، تنشئة الأطفال. ثانيا: تحليل محاور هذا الدرس. المحور الأول: رعاية الأطفال في الإسلام مفهوم الخصائص. المحور الثاني: حقوق الأطفال في الإسلام بين الأسرة والمجتمع. المحور الثالث: المودة والرحمة والحوار من أسس رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم. نمضي مباشرة إلى المحور الأول: رعاية الأطفال في الإسلام مفهوم الخصائص. ما معنى رعاية الأطفال؟ رعاية الأطفال في الإسلام هي الاعتناء بالطفل والقيام بكل شؤونه على الوجه الأفضل والأكمل، بما يحقق له الحماية من الأخطار والإشباع الطبيعية لحاجاته المتنوعة، ونمو شخصيته بشكل سليم ومتوازن وفق منهج الإسلام وتعاليمه. لأننا نعتني بالأطفال من جميع الجوانب ونحميه من الأخطار التي تهدده في مسار نموه وتنشئته. ما هي الخصائص التي تميز رعاية الأطفال في الإسلام؟ ده الخاصية الأولى الربانية، بمعنى أن مصدر حقوق الأطفال في الإسلام هو الله سبحانه وتعالى والتشريع الإلهي، ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الشمول أي أن هذه الحقوق شاملة لكل جوانب شخصية الإنسان وشخصية الطفل، الجسمية والعقلية والنفسية والخلقية والدينية والدنيوية إلى آخره. تتميز أيضا هذه الحقوق بالتوازن، إذن فلا يوجد فيها إفراط أو تفريط، بمعنى ليس فيها اهتمام بجانب بشكل كبير وإهمال جانب آخر، إذن فكل حقوق متوازنة. ثم الخاصية الرابعة الواقعية، بمعنى تراعي طاقة الإنسان وحدود تحمله، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المحور الثاني: حقوق الأطفال في الإسلام بين الأسرة والمجتمع. من حقوق الطفل على أسرته حق النسب والاسم الحسن، ولذلك حرم الإسلام الزنا وشرع الزواج كي يضمن يعني هذا الحق للطفل. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. الحق الثاني حق النفقة، ويشمل حقه حق الطفل في الغذاء والكساء بمعنى الملابس والإيواء يعني السكن. بالمعروف فهو واجب على الوالدين، وعند عجزهما لأي سبب من الأسباب يتكفل المجتمع ثم الدولة بمسؤولية النفقة، خاصة عند الفقر، حالة اليتيم، اليتامى،
أطفال متخلى عنهم إلى آخره. الحق الثالث حق الحضانة، لا تتحقق إلا في إطار الأسرة، بمعنى حق الطفل أن يحتضن من طرف أبويه في إطار أسرة مستقرة، لكن قد يتعذر هذا. في حالة الطلاق تخول الحضانة للأم، فإذا عجزت عن ذلك تخول للأب، وعند يعني عجزي أيضا أو فقده تخول للأم الأم يعني الجدة لأم. فإن تعذر فللمحكمة أن تقرر من هو أهل لهذه الحضانة من أقارب الطفل، كما جاء في مدونة الأسرة المادة 171. رابعا حق التربية والتعليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الولد على والده أن يعلمه الكتابة وأن يحسن اسمه، يعني أن يختار له اسما حسنا. خامسا حق الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. لما الإنسان يولد صفحة بيضاء نقي على استعداد الإيمان، لكن تربية الوالدين هي التي تفعل فعلها فتجعل الإنسان مؤمنا كان أبواه مؤمنين أو ينحرف إلى يعني الكفر والعياذ بالله بسبب والديه. وذلك من حق الطفل أن ينشأ على دين سليم وهو الإسلام. من حقوق الطفل ثانيا من حقوق الطفل على مجتمعه الحق في الحياة، أي على المجتمع أن يحفظ للطفل حق الحياة ويمنع كل الأخطار التي تهدد حياته. الحق في الأسرة، من حق الطفل على المجتمع شريع القوانين التي تجعل الأسرة مستقرة وسعيدة. الحق في الصحة، بأن توفر الدولة لمواطنيها حق التطبيب وأن يحصل الطفل على الدواء المناسب عند مرضه. الحق في التعليم، حق الطفل أن يلج المؤسسات التعليمية ليتعلم ويكون عقله وفق ما يريده شرع الله عز وجل. خامسا الحق في المساواة، أي المعاملة العادلة، ولا يتعرض الطفل أي تمييز مهما كان نوعه وشكله. المحور الثالث المودة والرحمة والحوار من أسس رعاية الأطفال وحفظ حقوقهم. تتأسس رعاية الأطفال وحقوقهم على مجموعة من القيم الأخلاقية والإسلامية النبيلة، منها المودة والرحمة، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة في رحمته وتودده للأطفال. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ثانيا الحوار، فالحوار يعزز المحبة بين الوالد وولده ويساهم في تعويده على فعل الأشياء عن قناعة تشحذ رغبته وعزمه. فإذا ساد الحوار فإن الأطفال يقتنعون بالنصائح التي تقدم لهم. ومن نماذج الحوار في القرآن الكريم حوار يعقوب عليه السلام مع ابنه يوسف. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
ثالثا الصبر. رعاية الأطفال تتطلب صبرا كبيرا، قد رتب الله على الصبر أجرا عظيما. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سورة الزمر الآية 10. وأخيرا تقديم النصح والإرشاد من طبيعة الحال باستعمال أسلوب الحكمة واللين والشفقة على النصح الذي هو في هذه الحالات طفل، فلا بد أن ننصحه برفق وأن نرشده إلى الخير التي هي أحسن. خلاصة أهم أسس رعاية الأطفال في الإسلام: أولا المودة والرحمة كما رأينا، ثانيا الحوار، ثالثا الصبر، رابعا النصح والإرشاد. ننجز هذا التمرين: صل كل أساس من أسس رعاية الأطفال في الإسلام بالنص القرآني الذي يناسبه. إذا كما رأينا الأسس المتعلقة برعاية الأطفال: الصبر، النصح والإرشاد، المودة والرحمة، الحوار. من الآيات التي تتضمن هذه الأسس في سورة يوسف قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال سبحانه: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. إذن بعد التدبر والتأمل ستصلون إلى الجواب الآتي: إذن أساس الصبر يتضمنه قوله تعالى: وجاءوا على قميصي بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. إذا هنا قابل يعقوب عليه السلام إساءة أبنائه لابنه يوسف ولأخيه من يوسف بالصبر الجميل. أساس الثاني النصح والإرشاد قوله تعالى: قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. هنا نصيحة يعقوب عليه السلام لأبنائه لما ذهبوا إلى مصر أن يدخلوا، لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. الصفة الثالثة صفة المودة، والأساس الثالث المودة والرحمة في قوله تعالى: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إذن هنا قابل أول لولا رحمة يعقوب عليه السلام ومحبته بأبنائه لما قبل اعتذاره ولما استغفر لهم الله عز وجل. أخيرا حوار، ومن نماذج الحوار في سورة يوسف هذا الحوار الذي دار بين يعقوب عليه السلام وبين يوسف. قال الله تعالى: قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر
رأيتم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. بعد أن رأيت سبحانه اسم رؤياه وقصى على أبيه، إذن نصحه أبوه ألا يقصها على إخوته حماية له من شرهم وكيدهم. نصل إلى القضية التقويمية الإجمالية لهذا الدرس. قمت رفقة أسرتك في الصيف الماضي بزيارة إلى إحدى المدن الكبرى. أثار انتباهك وجود الكثير من الأطفال المتخلى عنهم في الشوارع وكل مظاهر البؤس التي تظهر عليهم من فقر وحرمان واكتساب العادة السيئة كالتسول والإدمان على التدخين والمخدرات والانحراف، فسألت والدك لماذا لا يتمتع هؤلاء الأطفال بكافة حقوقهم؟ كان السؤال مناسبة لاستعراض كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأطفال. من المسؤول عن هذه الوضعية المزرية التي يعيشها الأطفال؟ إذن من المنتظر منكم إنجاز هذه الوضعية والإجابة على أسئلتها في دفتر التمارين. إذن نهاية هذا الدرس، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى درس مقبل إن شاء الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.